سلام المسيح. حابب أقرأ معكم في إنجيل يوحنا والأصحاح الأول ابتداء من عدد 11. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد 11. إلى خاصتي عن المسيح، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. وحابب أيضا أقرأ معكم في رومية رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية والأصحاح الثالث. رومية والأصحاح الثالث، ورح نقرأ عدد أو عددين من العدد العاشر. رومية 13، كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وأخيرا رومية أصحاح السادس، رومية أصحاح السادس وعدد فقط، عدد 23، رومية 6:23. وهذا العدد يقول: لأن أجرة الخطيئة هي الموت، أجرة الخطيئة هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يا أحبة، الكلام واضح جدا، كلام الرب يسوع واضح جدا. أولا قرينا في يوحنا، وبعدين قرينا في روميا عددين، في روميا 3 وروميا 6. تأكدنا في روميا 3 بيقول الرسول بولس: الجميع فسدوا وزاغوا، يعني يوضح لنا بأننا كلنا خطاط، الجميع فسدوا وزاغوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يعني الله يعلن لي وليك بأننا خطاط، وأجرة الخطيئة هي الموت. لاحظ، أجرة الخطيئة ليست أعمال حسنة بل الموت. وموت مش معنى انفصال الجسد عن الروح فقط، لكن النهاية المؤلمة في بحيرة النار والكبريت، الانفصال عن الله. أجرة الخطيئة هي انفصال عن الله. لكن يعني يمكن واحد يقول: يا أخي أنا يعني صح أنا خاطئ، لكن حياتي يعني أنا عشت حياة جيدة وعملت أعمال حسنة، يعني هل الله يعفو عني؟ وإذا طبقت كل الناموس، وهل طبقت القوانين واحترم القانون واحترم الدولة، هل في خلاص؟ يا أحب، الإنجيل واضح، كلمة الله واضحة جدا، أجرة الخطيئة هي موت. واسأل هذا السؤال: هل أنت وأنا خطأت؟ يمكن تقول: نعم أنا خاطئ، وأجرة خطيئة واحدة هي الموت. تخيل معي آدم في الجنة، كم خطيئة ارتكب آدم؟ خطيئة واحدة فقط، والله طرده من الجنة، لأنه لا توجد خطيئة في محضر الله. يا أحبة، السماء طاهرة، مستحيل الخطيئة تكون في محضر الله. لهذا السبب الرب يسوع المسيح تنازل وجاء من السماء وكان على الصليب معلقا من أجل خطاياك وخطاياي. الرب يسوع المسيح يعني محب للعشارين والخطاة. وقرينا أيضا في يوحنا أصحاح الأول هذه الأعداد: إلى خاصته جاء. كنا نعرف خاصته هم اليهود، وخاصته لم تقبله، واليهود ما قبلوش. وأما كل الذين قبلوه، أما كل الذين قبلوه. وسؤالي ليك: متى قبلت الرب يسوع المسيح؟ أمتى قبلته؟ هل في وقت من أوقات في حياتك أخي أختي أتيت للرب متضعا، أتيت للرب راكعا قدامه قائلا: يا رب ارحمني، أنا إنسان خاطئ، أنا إنسان يا رب أعمى ميت في خطاياي وذنوبي، ارحمني، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، مثل ما العشار صلى هذه الصلاة: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. متى كان هذا يعني هذا 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 اللقاء مع الرب يسوع المسيح؟ متى أتيت للرب راكعا معترفا بأنك إنسان خاطئ وقابلا الرب وما عمله على الصليب لكي تخلص؟
يعني كلام واضح جدا. فأما كل الذين قبلوه، أما كل الذين قبلوا فأعطاهم، لاحظ أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله. يعني قبل ما كانوا أولاد الله، وإمتى صاروا أولاد الله؟ عندما قبلوا الرب يسوع المسيح. وسؤالي لك، هل قبلت الرب يسوع المسيح؟ يمكن تقول يا أخي أنا مسيحي من بطن أمي، احنا كلنا مسيحيين ورحنا الكنيسة ومتعمدين ونشكر الله، يعني كلنا مسيحيين وشو أكثر من هيك. المعلومة لازم تتصلح في مخيلة كل حدا مولود مسيحي. يجب أن تعرف بأن الله ما عندوش محابات، يعني الله ما خلقش ناس وأكرمهم على الآخرين، ميزهم خير أمة أخرجت، ما فيش هيك عند الله. الله يا حبي ما عندوش محابات. الله خلق الإنسان وخلقه، هو أعطاه ميزات. الله خلق الإنسان والإنسان في حد ذاته عصى الله، صار خاطئ. آدم عصى الله، آدم أخطأ، ونحن أولاد آدم كلنا أصبحنا خطاة، ورثنا هذه الخطيئة من آدم. الإنسان مهما كانت ديانته عند الله هو خاطئ ومحتاج إلى نعمة الله، محتاج إلى خلاص المسيح. فما فيش واحد مسيحي من بطن أمه. المسيحية لا تورث يا حب، المسيحية ما نقدرش نورث أولادنا المسيحية، نقدر نكلمهم عن المسيح لكن يجب أن يقبلوه قبول شخصي. فهل قبلت، هل قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا؟ وإن كان الجواب لا، لماذا لا؟ لماذا تأتي إليه اليوم وتعترف به مخلص؟ يعني كلام بسيط، قل له يا رب أنا إنسان خاطئ، أخطأت يا رب، أجرمت بحقك يا رب، يا رب أنا إنسان خاطئ يا رب، خطاياي دليل على شري وفسادي يا رب، ومستحيل أقدر أن أصل إلى السماء بهذه الخطايا، سامحني يا رب، أغفر لي يا رب، تعال يا رب يسوع لحياتي وغير حياتي. وأنا متأكد بأنه الرب يسوع المسيح يقبل الخطاة، هو جاء لكي يخلص الخطاة. يا أحب الله، هكذا مكتوب في الإنجيل، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اليوم هو يوم مقبول عند الله، فهل تأتي إليه اليوم؟ يمكن بكرة يتأخر الوقت، يمكن آخر لحظة رح تسمع هذه الرسالة، قد الرسالة تكون صعبة، لكن الرب يسوع المسيح يحب الخطاة، يحبك. الرب يسوع المسيح يريد أن يخلصك، فهل تأتي إليه؟ في آية في الإنجيل في رؤيا أصحاح الثالث الرب يقول هذه الكلمات: ها أنا واقف على الباب وأقرع. يقرع على باب قلبك ويقول: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أأدخل إليه وتعشى معه وهو معي. الرسالة واضحة، فهل تأتي إليه وتقبله؟ الرب يساعدك، الرب يفتح قلبك وينير ذهنك لكما تأتي إليه وتقبله مخلصا وربا، له كل المجد.